بقية في حياتك كفاية. امتى حصل الكلام ده؟ لسه عارف الخبر حالا. انا لازم اسافر البلد دلوقتي. طيب اوكي، بس متأخرش. هو انت مالك، مش هتيجوا معايا ولا ايه؟ نيجي فين؟ تيجوا معايا البلد، نحضر الدفن. انت عارف ان الفلاحين دي يعني حتى مستواها كده مش ولا بد، وماما ما بتحبش البنت الصغيره تشوف المناظر دي. وايه دخل امك في حاجه زي دي؟ وبعدين بنتي من حقها تحضر جنازه ستها. خلاص يا فايق، ما انا لو غصبت على مامي ان انا اخد البنت واروح هيحصل مشكله كبيره، انت عارفها. روح انت وطمنا بالتليفون. امك دي بقت حاجه تقرف. راعي الفاظك يا فايق. مش لما انتوا تراعوا مشاعري الاول؟ ايه يا حبيبي؟ ايه مالك طايت ليه؟ بابا وماما وحشيني قوي. بص يا حبيبي، انا قلت لك انهم سافروا صح؟ لا، انت بتضحك عليا. بابا وماما ماتوا. انا سمعت عن مصيبه ما كنا عنده، كان بيقول كده. انا ما كدبتش عليك، انا قلت لك انهم سافروا مش كده؟ هما فعلا سافروا، مش فارقه كتير. أنا خايفة أقعد لوحدي. ما تخافش، أنا مش هسيبك. أنت مش لوحدك، أنا معاك، مش هسيبك خالص. يلا عشان ننام. يلا أوبا أوبا يا حلوة، أوبا. الواد يا دوب نام، تعبان خالص. بفكر يا سعاد أجيب له دكتور نفساني. والله ما حد محتاج لمستشفى امراض عقليه غير انا. ايه ليه يا سعاد كده بتسالي ليه؟ ما انتش دارينا بالكارثه اللي اخوك عملها فينا كلنا كلنا. سعاد ده قدر ربنا وحصل، انت بس سامحيه وادعيله. ادعيله؟ ادعيله على ايه؟ ده انا مش فارسني ولا هيطير برج من عقلي غير انه استغفرنا كلنا كلنا يا ساميه. ما حدش فينا خالص دريان باللي بيحصل حوالينا. يتجوز عليا واحده تانيه بعد عشر السنين دي كلها. يا ناري يا سعاد، التفكير في اللي عدى مش هيفيد بحاجه. احنا نفكر في اللي جاي ونشوف هنعمل ايه. هو اللي عدى ده ممكن يتنسي؟ ده انا حاسه ان انا مش قادره اخد نفس، حاسه اني هتشل هطب وانا واقفه. بعد الشر عليكي ما تقوليش كده يا سعاد. انا لازم اروح دلوقتي المحامي يمشي لنا في اجراءات الوراثه عشان كل واحده فينا تعرف حقها ونعرف راسنا من رجلينا بقى في المصيبه اللي احنا فيها دي. ايه يا سعاد اخص عليكي وقت الكلام ده؟ ما هو لو كان اخوكي ما اتجوزش عليا وتهبب وتنيل، الله في سمامه كنت فتحت بقي وكنت فضلت مكتومه خالص. لكن على راي اخوكي برضو حافظ على القرش يمسك نفسه الجنيه، وانا هفضل ماسكه في الجنيه ده بايدي وسناني عشان ما يطيرش يروح لحد تاني. الله يحرقك يا ابراهيم. الله يرحمك يا ابراهيم. يا ابني خلاص، انا قدمت استقالتي من الشغلانه دي، ما بقتش تليق بيا، انا بقيت من ذوي الاملاك. امال ايه؟ اصل عمي في كندا مات وانا الحمد لله ورثت كل ثروته، شويه فلوس كتير قوي. بقول لك المهم، الشله هتسهر النهارده؟ ها؟ فل طياره واكون عندك. يلا سلام. الو. ايوه سهى، ازيك؟ عامله ايه؟ بتقولي ايه؟ امتى ده حصل؟ حبيبي يا خالو، الله يرحمك يا حبيبي. مش عارفه يا سهى، ما اعرفش. انت عارفه المشكله اللي بيني ما بين ماما، اخاف لو جيت المشكله تزيد واحنا مش ناقصين فضايح. معلش يا حبيبتي، الباقيه في حياتي. بلغي عزايا لطنط سعاد، دي تلاقيها منهاره يا حرام. حاضر يا حبيبتي، هعمل كده. حاضر، ماشي يا سهى، باي. مالك يا سيل؟ خلو ابراهيم مات يا ادم.
حول ولا قوة إلا بالله. الباقي في حياتك. حياتك الباقي يا حبيبي. ناوية تعملي إيه؟ تروحي تعزي؟ والله ما عارفة يا أدم. أخاف أروح، ماما تأفر وأنت عارفها بقى ما تتألق، مش طالباها خالص بصراحة. أنت عايزة رأيي؟ اقري له قرآن هنا. هيوصل له. صدقيني أنا. وبعدين أنا رأيي برضو بلاش تروحي عشان خاطر ما تشديش مع مامتك وساعتها الفضايح هتبقى بجلاجل وإحنا مش ناقصين. معك حق. أنا بقول كده برضو، أنا قلت كده لسهى. أنا خلصت يا مدام، تأمريني بأي حاجة تاني؟ بجد؟ طب بص بقى، أنا عايزاك ترتب لي كل قنوات الأغاني في الأول. لا 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 لا، لا أغاني الرقص هي اللي في الأول ها؟ لا طبعًا الأغاني الأول. بص ما تزعليش نفسي، ليلة رقص وليلة غنى. ما أنا قلت لك يا أستاذ نبيل، الحل الوحيد إننا ندفع جزء من المبلغ للضرايب ونجدول الباقي، ما سمعتش كلامي. ما هي المشكلة إن أنا ما عنديش الجزء ده، أعمل إيه يعني؟ طب انا عندي حل هيريحك على الاخر. قول. انا عندي واحد صديقي تاجر كبير عرض عليا انه يشتري المكتبه دي ويقلبها مقله لب. مقله لب؟ انت اتجننت؟ ايوه مقله لب، وهو عنده استعداد يدفع لك نص مليون جنيه على الترابيزه، وده عشان المكتبه موقعها متميز. قلت ايه؟ ده انا لو هموت من الجوع لا يمكن افرط فيها ابدا. ايه ده، انا قضيت عمري كله فيها، دي بقت حته مني. اسمع كلامي، النص مليون جنيه دي هتغير حياتك تماما، هتسدد الديون اللي عليك كلها وتعيش بالباقي ملك، وتسيبك بقى من دوشه المكتبه ووجع الدماغ. ده انا لو ادوني فيها ايه كمان لا يمكن افرط فيها، ده انا ورثها ابا عن جد. دي كلها حياتي، ده النفس اللي انا بتنفسه، عايزني ابيع حياتي؟ الكلام ده ما ينفعش دلوقتي يا استاذ نبيل، الكلام ده كان زمان، احنا دلوقتي الفلوس هي اللي بتتكلم. صدقني زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط. وانا بقول لك مستحيل، مش هيحصل ابدا. طيب عموما انا قلت لك على اللي عندي كله، فكر فيه ولما تلاقي حل وموافق عليه رد عليا. ماشي يا استاذ، السلام عليكم. سلام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ابراهيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، مش هسامحك العمر كله كله يا ابراهيم. حرام عليكي بقى يا ماما، ابويا خلاص مات وما تجوزش عليه الا الرحمه. انهي رحمه اللي تتكلمي عليها دي؟ ده كان قلبه منزوع منه الرحمه. هو كان رحمنا انا وانتي وهو عايش عشان عايزانا نترحم عليه لما مات. خلاص بقى خلاص بقى كده، عمتي هتسمعك. ما هو انا لو ما اتكلمتش هطق من جنابي. يهون عليك عشت السنين دي كلها يا ابراهيم، فضلت مستحمله العمر اللي فات ده كله، يوم في الاخر يخدعني ويخوني. يا اختي انا اعرف اللي يخدع ويخون ده يبقى كريم مع مراته، مش يحسبها على فاتوره كهرباء ويطلع عينها وكل يوم خناق وسعيد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وفي الاخر كمان يرزينا بحته العيل الصغير ده. هنتحمل مسؤوليته ازاي ده؟ هنصرف عليه منين؟ هنصرف عليه دم قلبنا منك لله يا ابراهيم. الله يحرقك يا ابراهيم. الله يرحمك يا هلا اختي، ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. انت يا ابو نسب. هو في ايه يا ولا؟ يا نهار ازرق عليا يا يما. ايه؟ يما قلت لك مليون مره هل اختي ماتت هي وجوزها مخنوقين بالغاز في شقتهم. انت مين؟ انا عاون ابنك يما. هكون مين؟ وهلا دي اختك؟ ايوه اختي يما، بنتك برضو. بنتي؟ مالا بقى هلا؟ مالا هلا كانت عندي امبارح ومعاها الولد وكانت بترضعه ومشت. هلا بنتي هلا 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 يا حبيبتي، هلا يا حبيبتي. يا رب استرها عليا، استرها عليا يا رب. يما يما يما، هو انت كل شويه تنسي ولما تيجي تفتكري تقعدي تولولي؟ يما ما تفصلنيش، انا بتكيف، حرام عليك الحجرين. الولع يا سيد المعلمين.
ولعت يا بت؟ هي ناقصه ولعه ولا ده وقت ولعه؟ ده الدنيا كلها ولعه من حواليا. انا مش عارف ايه اللي حصل لي من يوم لما اتجوزتك. اختي ماتت والدنيا سودة ومخبطه معايا على الاخر، بلا ولعه بلا نيله. الله يسامحك. اللي اقول لي صحيح، هو فين عبد السلام ابن اختك؟ هيكون فين يعني؟ الابله جريت اوام وخدته من الاسم، بس على مين؟ هاخده يعني هاخده ذوق عافيه، شمال يمين مرازيه، هاخده يعني هاخده. اقوم انا بقى عشان اخد عزا اختي. عزا؟ هو فين العزا ده؟ في شادر كبير تحت عاملينه الرجاله عشان نلم الواجبات اللي احنا عاملينها يا بت. ما انت هرشه. بقول لك ايه؟ ايه؟ لو امي جاعت يبقى عشيها. معشياها مرتين لغايه دلوقتي. مرتين ليه يا بت؟ ما هي كل ما بتاكل بترجع تنسى، تطلب تاني. يا خرب بيتك يا عوني، كمان بتنسى في الاكل. على العموم لو طلبت منك العشاء تاني يبقى صدري الطرشه. سلام. يا واد يا عادلي. عوني ياما ما تنسيش اسم ابنك، اعملي معروف. عوني عادلي كله واحد. قولي اموريني يا حاجه. هو مين اللي مات اخويا؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كنت تقول لي كنا نيجي مع بعض. بيه في حياتي. حياتك الباقية يا أمكر. شدي حيلك. السلام عليكم. سعيكم مشكور. هي وسيلة عارفة إن العزا بتاع خاله النهاردة؟ أيوة أنا كلمتها وقلت لها. وقالت لك إنها جاية؟ والله يا سمر مش عارفه ان كانت هتيجي ولا لا. تيجي ازاي بعد اللي عملته ده؟ سمر انت قدام واحد. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. شد حيلك البقاء لله. لا ده انا بس كنت هنام على نفسي، قلت اشغل اي حاجه تصلي ربنا. دي انا بتاع تلفزيونات يا سمر، ما انت عارف. لا عندك حق، عندك حق. في حد يشغل في الظروف اللي احنا فيها دي تلفزيون؟ انا اسف، انا اسف، انا اسف. اخبار البنات ايه؟ تمام الحمد لله، نايمتهم بدري واكلتهم و100 100. اروح احضر لك العشاء؟ غريبه قوي، مش عوايدك يعني تحضر العشاء بنفسك؟
انت ليه يا سموره حبيبتي ظلماني كده معاك على طول؟ وانا ما عنديش احساس ولا ايه؟ مش كفايه عليك يا حزنك على خالك ابراهيم؟ احضر العشاء وناكل سوا مع بعض. في ايه؟ مستغرباك بس ماشي، هاكل لقمه صغيره عشان خاطرك انت بس. ربنا يخليك يا حبيبتي، حضر العشاء في 3 دقايق بالظبط ونيجي على طول، ماشي؟ سؤال كده يا سموره، اختك وسيله ايه اخبارها؟ معرفش عنها حاجه، دي حتى ما جاتش العشاء. ربنا يهديها، ربنا يهديها ويكرمها. قال تجيلكوا ايه؟ تجيلكوا في احزانكوا؟ مين اللي يصرف الملايين دي كلها؟ يا ابن المحظوظ يا ادهم. من النهارده مفيش اشغال، مفيش اشغال. يا ابني انت مش اتاخرت على شغلك كده؟ يا ستي شغل ايه؟ بقول لك من النهارده مفيش اشغال، مفيش شغل خالص، خلاص بح بح. نعم، اؤمر. ايه؟ يا حبيبتي انت شغلي الشاغل من هنا ورايح، لازم اقعد جنبك طول الوقت عشان خاطر اراعي مصالحك وراعي فلوسك وراعيك انت شخصيا. ايوه بس انت ما بتفهمش في الحاجات دي. يا بنتي هي الحاجات دي محتاجة مفهومية، البيضة الذهب عايزة إيه؟ غير إن إحنا نرقد عليها ونستنى لغاية ما تفقس ونجيب ونحصل ونعيش، كده يعني. يا ولا ده إيه السلاسة اللي أنت فيها دي؟ الموضوع مش بسهولة زي أدهم على فكرة. دي ثروة كبيرة، إدارتها ومسؤوليتها محتاجين تركيز، مش حاجة سهلة خالص عشان تبقى عارف. نعم كده إيش؟ إيش أنت خايف؟ أنا كلمت فائق غايب المحامي هيبقى في ظهرنا على طول. هو هيفضل في ظهرنا بصفته إيه يعني؟ لا اللي أنت ما تعرفوش ان انا قلت له يعني ان هو هيبقى المحامي بتاعنا بس. خرب بيتك يا ادهم، انا ما برتاحلوش. انا مش فاهم انت بترتاحلوش ليه. الله، ده راجل وش السعد علينا، جاب لنا ثروه ما كناش نحلم بيها. ايه بقى؟ وعموما انا مش هزعلك، احنا هنفهم منه بس الدنيا دي ماشيه ازاي، وبعد كده في اول محطه نشوطه. هو فكر برضه، انا محتاجه فعلا حد بخبرته ودماغه الفتره اللي جايه. بس ينفع كده كمية الناس اللي احنا بنشوطها ولسه هنشوطها بسبب الثروة دي؟ نشوط يا اختي، ما نشوط، ايه المشكلة؟ الله، أي حد يجي على حقك لازم نشوطه طبعا، أنت بتتكلمي في إيه؟ ولعلمك بقى، كل اللي أنت شوطيهم دول زمانهم دلوقتي غيرانين منك وبيحسدوك على النعمة اللي أنت فيها. سيبك بقى وكلي كلي، كبري دماغك. إيه عشان تلحقي تجهزي عشان نروح للدكتور ميعاده النهاردة. وأنا هنساه مجنون؟ ده أهم ميعاد في حياتي. إيه انتوا بتوزعوا فلوس البنك على نفسكم وسابيني؟ لا انا كده هبلغ عنكم. فلوس ايه اللي وزعها على نفسنا يا اخي مجاهد؟ دي لا يا اخي. امال ايه يا فندم كل الفلوس اللي بتوزع دي وانا ما خدتش حاجه؟ عايز افهم في ايه؟ هقول لك يا اخي مجاهد برضه عشان قلبك يستريح، بدل ما ترمي التهم شمال ويمين هقول لك الحكايه وما فيها ايه. رايح قلب يا فندم، قول لي ايه الحكايه؟ حكايه وما فيها يا سيدي، انا وزمايلك مدورين تجاره وبنكسب بالحلال والحمد لله. مدورين وتجاره؟ تجاره ايه بقى اللي بتجيب الفلوس دي كلها؟ فوانيس رمضان وسبح وسجاجيد ببصله من الصين والحمد لله. هو معقوله الحاجات البسيطه دي بتجيب الفلوس دي كلها؟ ما تمسك الخشب يا اخي. هو ماسك ماسك ما تقلقش. طب ما تاخدوني معاكم في التجاره دي يا جماعه. وماله، تشرف وتانس، وكل ما زاد راس المال زادت التجاره وكتر المكسب. طب هو المكسب كده للواحد يطلع له قد ايه؟ يعني الفرد بيطلع له ب 20,000 30,000 كل 6 شهور. يا دين النبي، ده مكسب معتبر قوي. قلت لك امسك الخشب يا عمي. ماسكينه اهو، ماسكينه قافشين فيه. هو عايز ايه بس؟ ولا قوه الا بالله. طب يا جماعه انا معايا بتاع 15,000 جنيه، ما ينفعش اخش معاكم بيهم؟ لا ما ينفعش يا اخي مجاهد، اقل حاجه 50,000. طب ما نجيب السجاجيد من غير بوصله ومشيها 15. ما ينفعش اقل من 50,000 يا اخي مجاهد، يوم ما تبقى جاهز احنا تحت امرك وانت اخ عزيز. 50؟ ده انا يا دوبك معايا 10% منهم، مكمرهم من ورا بيت سمر من المرتب. هجيب الباقي منين؟ اطمني يا وسيم، انا هعمل لينك مع المستشفى في لندن وارتب الامور كلها معاهم. اوكي. أنا خايفة منها العملية دي، مع إني هموت وأعملها وأخلف. لا اطمني خالص، العملية دي مضمونة بنسبة كبيرة جدا، خصوصا على الجهاز اللي موجود بره. بس اعملي حسابك هتعملي عملية تانية اللي هي بتاعت التخصيب المجهري عشان يتم الحمل. عارف، ربنا يسهل بس ونعدي الأولانية. ما تقلقيش يا سيلة، إن شاء الله ربنا يكرمنا عشان خاطر البيبي، وبعدين إحنا عمرنا ما أذينا حد، فربنا هيكبر بخاطرنا. يا رب يا آدم، يا رب. إن شاء الله. أنا هقبل اعتذارك بس المرة دي عشان خاطر سيادة العميل، بس المرة الجاية مش عايز اللي حصل ده يحصل تاني. إن شاء الله يا دكتور. طب أسيبك أنا شوية عشان عندي مقابلة مهمة مع رئيس الجامعة. طبعًا المكتب مكتبك يا دكتور ملواني. شكرا يا دكتور طلعت. على إذنكم. اتفضل يا دكتور. أوه.
قول لي بقى، اخدت ايه من نشوفية دماغك غير الاحراج ووجع القلب؟ عايز تقول ايه حضرتك؟ يا احمد انت بقالك سنتين خاطب، لا جبت شقه ولا حتى عربيه تليق بمركزك. يعني اعمل ايه يعني يا دكتور؟ اسرق يعني عشان اتجوز واجيب عربيه؟ وتسرق ليه يا احمد؟ بقول لك ايه، انا عندي طلبه اولاد ناس قوي حادلك عليهم، تديهم دروس خصوصيه والنص بالنص، وسيبك بقى من حكايه الملخصات المجانيه دي. الكلام ده ضد مبادئ يا دكتور. احمد المسالات الكذابه دي ما تنفعش معانا، كل الدكاتره والمعيدين بيدوا دروس خصوصيه. بس انا لا. بقول لك ايه يا احمد، احنا كتير قوي ومش هنسمح لاي حد يسبب لنا خساره من اي نوع، واللي بيتحدانا بنفرمه بنفرمه يا احمد. يا سلام، العز وز صحيحة وزينة. نفسي بس فرحتي تكمل بالبيبي يا ده. إن شاء الله ربنا هيرزقنا بدل الولد 10. بس أنا خايف يا ستي لما تجيب البيبي تحبيه أكتر مني. هتغير من ابنك يا ده؟ أنت مجنون؟ عايز أقولك أنا غير عليكي من عينيكي لو بصيتي على نفسك في المراية. ياه ده ايه الكلام الحلو ده؟ مش ملاحظه انك متغير شويه اليومين دول؟ يعني بقيت مهتم كده بيا وبتدلعني زي زمان وجو. عارفه يا وسيله، زمان ايه اللي كان شاغلني عنك؟ العيشه والمصاريف ونجيب ايه وازاي ومين. لكن دلوقتي خلاص، طالما جبت ملا بقى في حاجات تانية اهم. عارفة ايه؟ حبنا. تمام، يعني الفلوس هي اللي خلتك ترجع تهتم بيا تاني يعني؟ ايه 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 العك ده يا وسيلة؟ ايه العك ده؟ بقى انا عمال اصب كوز محبة ورومانسية تقومي انت قايلة بالفلوس؟ يعني انا مش فاهمك، انت دايما كده غاوية لغواصة انت. عايز اقول لك بقى، انا بالفلوس من غير الفلوس بحب يا مراتي يا حبيبتي يا معيالي. ماشي. شفتي الراجل عمل ازاي لما شفنا؟ طبعا يا ابني انبهر. اهي عربيتنا اهي. فين؟ ايه الفرحة الغريبة اللي انت بتشاوري بيها دي؟ بعدين دي ما تشاوريش عليها وانت فرحانة، دي تتزقل بالطوب. فانت سايبة الاسطول ده كله وجاية تشاوري عليها دي؟ ما بالذمة مش عيب يعني نبقى لابسين الشياكة دي والحلاوة دي ونركب التوك توك ده؟ بصي القمر اللي جنبها عاملة ازاي يا اختي. مالها سكر يا اختي؟ فل يا حبيبي. معك حق والله. طب ايه، نروح بكره ولا بعده نشتري عربيه واحنا فقرة؟ ايه طولة البال اللي عندك دي؟ دي لو نامت تحت البيت انا يجيلي هرز اتاك. احنا لازم نروح نجيب عربيه دلوقتي حالا. ما هو بهرز اتاك دي انت اخرك تركب دي. لسه خاطر يا سيلة بقى، الواحد لازم لسانه يتلوى. يلا يا الماز انت يا حبيب جوزه يا سيلة. ولي ولي. مش بقولك طيب خلاص روح كلمك واحدة. قطر أم عجيلك طروقة. حبيب قلبي حبيب عامل ايه؟ تمام. بقولك ايه، أنا جايب لك نحتها علب الحقني بيها. فرح شعبي حلو في شارع الكفار. شارع يا اخويا الكفار؟ المفروض سابقا يعني عشان الكفار انتهوا من زمان. يا عم ولا سابقا ولا لاحقا، لسه موجود لحد دلوقتي والناس اللي فيه كفار. ربنا يطمن قلبك حبيبي زي ما طمنت قلبي. انت مجنون يالا؟ انا اروح للكفار برجلي؟ يا عم لا يا عم، انا عايز اخش دنيا. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي دي نحتاية عنب هتاكلنا شهر، ليه ما نروح لهاش برجلينا؟ يا عم لا يا عم، انا ما اروحش للكفار. افرض يا عم صوتي ما عجبهمش هيعملوا فينا ايه بقى؟ يا ابني انا عامل حسابي ودي ما تفوتنيش. انا جايب معانا البهيم. جايب ايه يا اخويا؟ بهيم. ثانيه واحده اروح اجيبه لك يا بهم. يطلع ايه البهيم ده؟ بلا نيله. صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا. صباح الفل. البهيم والله؟ والله. اهلا اهلا يا بهيم. بيه ازيك يا باشا؟ ازيك عامل ايه؟ يعني الشهاده لله بصراحه، يعني بهيم يعني خدمه طروق. بس بقول لك ايه يا باشا، هما سموك بهيم ليه؟ باشا بالاخر كده اللي يجي يحط عليا ما برحموش، بحط عليه وقتي انا ما بتفهمش. لا لا جامد قوي. بهيم يعني حبيبي طروق. انا اجيب لك اي حد ده البهيم. البهيم
طب انا كده بقى بصراحه اقدر اروح الفرح وانا قلبي مطمن يعني بصراحه يا عم بهيم. ها وان شاء الله مصلحه حلوه يعني. انا ليك يا باشا حبيبه بيه يوم. بقول لك انا احتاج ايه يا طارق؟ هو بالنسبه للبهيم هيقعد معانا في المصلحه؟ هنكرمش له 50 اصلي الاصلي حبيبي. الميكروفون الميكروفون فين؟ سلام على طول السلام للمعلم عوني القص وصحبته. المعلم عوني يعني الرجوله. سلام على طول السلام للمعلم عوني القص 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 واخويا حبيبي المر بزياده يعني الرجوله يعني جدعنا وشهامه. سلام على طول السلام. حبيبي حبيبي صباح الفل. ودلوقتي بعد سلام عم عوني عوني نحب نصبح على الناس اول وتاني ومليون يون مع ابن الاغنيه الشعبيه بيا صاحب الحركه الفولاذيه زي عم طارق ملك الجيل جيل مع اغنيتي نيتي تاليفي تاليفي مع ابن الاغنيه الشعبيه لما توصل لما توصل النبي. توصل انك تبقى مش عارف تنسى احزانك لما جرحك جوا قلبك يصرخ فيك ويهز كيانك لما قلوعك تسقط منك قبل المرسى وسط البحر لما تحس بان المركب دخلت بيك وسط الصخر عارف تعمل ايه عارف تعمل ايه باذن معلمه عارف تعمل ايه خش نام نام خش نام خش نام خش نام خش نام لقي احلى حاجه ان انا ركنت التوك توك ده في الحته الامان دي. الله الله مين يا عم انت مين يا عم؟ بس مكانك يا دنت وهو لا اتحرك من مكانه هيشوف مصارين بطنه لاول مره في حياته. طب بوكي بس نعرف انت عايز مننا ايه؟ فلوسكم تليفوناتكم قبل الدم ما يبقى للركب. طب مش عايزين حاجه تاني؟ ما تعمل حاجه يا بهيم. انت ما تعرفنيش يا شبح ولا ايه؟ لا نحب نتشرف يا حيلتها. انا البهيم كبير المنطقه دي كلها وكمان بهيم. قلب نفسك يا قاعد يا نهار اسود اتضرب. طب انا هقول لك حاجه صغيره. دي الفلوس يا باشا وده التليفون والتوك توك مفتاحه تحت الدواسه عشان ما تدورش كتير. اساله كان رحيل. شفت ما جايبك ده جري ابرز يا ده انت وهو. لا 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 بقول لك ايه تنزل ايدك من عليه. انت ما تعرفش انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا نحتايا نحتايا اكبر حلاق في مصر. يلا نجري يا طارق وكمان حلاق.
مساء الفل. ايه مين حضرتك؟ انا عوني القص، اخو هاله مرات المرحوم ابراهيم الثانيه. وحضرتك عاوز ايه؟ هكون عايز ايه يعني؟ عايز اخد عبد السلام ابن اختي واتكل. مين يا سهى؟ واحد بيقول ان اخو مرات بابا الله يرحمه. مساء الفل يا ست القبله. انت تعرفي عمته؟ الا تعرفني، ده احنا نسب وعشره على قديمه كمان. ايه يا ست الاستاذه سلامه الشوف؟ نسياني ولا ايه؟ انا عوني القص. ممكن اعرف اللي جابك هنا؟ تاني قلت جاي اخد عبد السلام ابن اختي واخلع. لا يا شيخ، بصفتك ايه؟ هيكون بصفتي ايه يعني؟ بصفتي خاله والخال والد. مش انت البلطجي الثوابي اللي بتخش السجن كل شويه؟ ايوه يا ست الاستاذه، بس ده كان زمان وجبر، شويه عفرطه وراحت لحالها. بقول لك ايه؟ تاخد بعضك من سكات دلوقتي وتمشي من هنا غير المطرود، مالكش عندنا حاجه. مش هيحصل. هاخد الواد يعني هاخده. بالذوق بالعافيه هاخده. عمتي بص وثاي كده، لو قربت منه خطوه واحده هدبها في قلبك. ارمي اللعبه اللي في ايدك دي يا ابله. لا دي عشان دي لعبتي انا. مش لعبه. لو قربت من ابن اخويا عبد السلام هدبها في قلبك بجد. لا بجد بجد خضتيني. بجد بجد بترعش من الخوف، مش قادر. معقولة هتضيعي نفسك بالسهولة دي؟ لا مش هضيع نفسي. اسمها يا جاهل في القانون دفاع عن النفس. بقى كده؟ ايوه كده. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ صحيح، على رأي هالة أختي الله يرحمها. ده انت مرة بالروية وقادرة بجد. اخرس. بقولك ايه؟ اوعي تفتكري ان هالة أختي الله يرحمها كانت بتحبك. دي كانت بتضحك في وشك بس عشان خاطر ابراهيم اخوكي. وخلوا بالكوا، انا ممكن ابوظكم انتوا التلاتة في ضربة واحدة. بس الاصول علمتني اني ما مديش ايدي على نسوان، وبرضه عشان خاطر النسب اللي ما بيننا. بس خليكي فاكره هاخد ابن اختي يعني هاخده، وكمان بالقانون يا ابله. سلام. انتي كنت تعرفي ان اخوكي متجوز اللي اسمها هلا دي ومخبيه عليا؟ فهميني يا سعاد. افهمك يا سفلة يا مرحطة